دونك دابا نشوفو ديك الحالة رقم 3، كاين واحد التغيير بسيط كيف ما كتشوفو. غيقولو ليا ديما السؤال معروف، بين أن المعادلة f دو x كتساوي صفر تقبل حل وحيد ألفا، يعني ديما خدام في حل واحد. ولكن شو المجال اللي عطاوني دابا؟ قال لي على مجال A بلوس لانفيني، هذا المجال بالنسبة لنا غير منتهي. إذا رد البال، قبيلة شفنا مبرهنة القيم الوسطية حل وحيد، وعطيتك واحد المجال كيبدا في A وكيسالي في B، بمعنى راه كيبدا في عدد وكيسالي في عدد. المجال اللي كنعطيك دابا غتكون فيه بلوس لانفيني، تقدر تكون فيه موان لانفيني، يقدر يكونوا فيه بزوج. يعني نقدر نعطيك مجال من واحد حتى بلوس لانفيني، نقدر نعطيك مجال من موان لانفيني حتى ثلاثة، ونقدر نعطيك مجال من موان لانفيني حتى بلوس لانفيني. هاد المجالات اللي ذكرت دابا كلها مجالات غير منتهية، يعني ما معروفاش فيها لانفيني. اذا من غيكون عندنا المجال فيه لانفيني وغيقول لي حل وحيد، غنتسمى دخلت في الحالة رقم 3. ولا لاحظتي معايا الشروط دابا، جوج شروط غيبقاو بحال بحال، والشرط الثالث غتلقاه تغير. اذا في هذه الحالة هذه اللي سميتها رقم 3، الى عطاوني معادلة f دو x كتساوي صفر تقبل حل وحيد، وعطاوني شي مجال فيه بلوس ولا موان لانفيني ولا فيه بزوج، الشرط الاول هو هو، غتبين f متصلة على المجال اللي عطاوك. الشرط الثاني حتى هو ما غيتغيرش، خاصك تبين f راتبة بمعنى تزايدية او تناقصية على داك المجال اللي عطاوك. ولكن الشرط رقم 3 هو اللي فيه التغيير. علاش؟ ميمكنش تقد حنا كنا كنقولو دير f لي a في f لي b، ميمكنش تقد دابا دير f ديال a في f ديال بلوس لانفيني، اصلا f ديال بلوس لانفيني مكيناش. لذلك هنا الشرط رقم 3 غنحسبو صورة المجال، داك المجال اللي عطاه لينا غنحسبو صورة مجال، يعني غترجع للفيديوهات السابقة وتكون خدمتيني صورة مجال. داك المجال اللي عطاو لينا كنحسب الصورة ديالو، صورة مجال اش كتعطينا؟ كتعطينا مجال آخر سميناه جي، وضروري تفيريفي بأن صفر كينتمي لداك المجال جي. علاش بالضبط صفر؟ حيت المعادلة ديالنا f دو x تساوي الصفر، إذا خاصنا نفيريفيو بأن زيرو كينتمي للمجال جي. إذا هاد الحالة التالتة ندير ليها تطبيق، ديما عندي حدودية بين أن المعادلة f دو x كتساوي صفر تقبل حلا واحد خدام في حل واحد، والمجال كيف ما كتشوف فيه ديك بلوس لانفيني. إذا الشرط الأول الاتصال حنا ولينا حافظينو، دابا غنجي غنقول f دالة متصلة على r، وكنزيد ديك اللعيبة وبالخصوص على اش بغيت أنا واحد بلوس لانفيني، تعليل لأنها حدودية بولينوم. الشرط الثاني رتيبة، غنمشي غنحسب f بخي دو x، مشتقة x أس 3 كنهبط الأس، الأس الأصلي كنقص منه واحد كتبقى جوج، زائد مشتقة x هي واحد، ومشتقة ناقص 3 هي صفر. إذا هذه f بخي، هنا ما غنتعدم ما غنضربش مرة ما والو. علاش؟ إشارة بين موجبة. علاش راها بينة؟ عندك اكس او كاري، اش كنعرفو على اكس او كاري؟ ديما موجب، ضربناه في 3 غيبقى موجب، زدنا عليه واحد غيبقى موجب، بمعنى هذه إشارة واضحة. وحتى الناس اللي ما فهموهاش واضحة، ماشي واحد ما عرفوهاش واضحة، غير بغيو يديرو دلتا غيخرج ليهم دلتا سالب. وانا ديما كنقول لك في الفيديو ديال الرتابة، ملي تلقى دلتا سالب إشارة الحدودية هي إشارة A، بمعنى الا ما عرفتيهاش انت موجب وخدمتي غير الطور لقيتيه سالب، شكون اللي غيحكم هو اشاره ا، اشاره ا هي اللي مضروبه في 3 موجبه، اذا غتكون اف بريم موجبه الداله التزايديه. هذه في حاله الا ما بانش لك ودرتي دالتا، عافيك انا كاع الحلول. اذا دابا حنا عرفناها اف بريم موجبه، غنجي غنقول اف تزايديه قطعا على داك المجال اللي عطاونا واحد بلوس لانفيني. الشرط رقم 3، هنا غنحسب صورة مجال، غندير اف وغنحط لانتيغفال اللي عطاونا واحد بلوس لانفيني
وهنا غندير لك واحد التذكير خفيف كيفاش كنا كنحسبوا صوره معجب. قلت لك اربعه الكلمات اللي لصقوا لك في راسك، الا كانت داله تزايديه كنحافظوا على الترتيب، يعني كل حاجه كتبقى في بلاصتها، كانت داله تناقصيه كنقلبوا الترتيب، الا كانت مجال مغلق كنحسبوا صوره، والا كان مجال مفتوح كنحسبوا ليميت. اذا هادشي دابا انا اللي بغيت نطبقه. عندنا حنا الداله التزايديه، اذا غنحافظوا على الترتيب، يعني واحد كان هو الاول غيبقى هو الاول، بلس لانفيني هي الثانيه غتبقى هي الثانيه. هادشي اللي دابا سميتو حافظت على الترتيب، السبب هو ان الداله التزايديه كون كانت تناقصيه كنت غنقلب البلايص، يعني هاد الواحد اللي كان هو الاول غيولي هو الثاني، بلس لانفيني اللي كانت هي الثانيه غتولي هي الاولى، هادي في حالة ما كانت تناقصيه. دابا واحد المجال مغلق غنحسب الصوره ديال واحد، بلس لانفيني المجال مفتوح يعني غنحسب ليميت بلس لانفيني ديال اف دو اكس. غنمشي هنا للجناب وغنحسب الصوره ديال واحد، كالكول بالزربه، واحد اس ثلاثة زائد واحد ناقص ثلاثة تساوي ناقص واحد، وغنحسب ليميت بلس لانفيني ديال اكس اس ثلاثة زائد اكس ناقص ثلاثة. القاعده اش كتقول لينا؟ خذوا اكبر اس، و بلس لانفيني كيف ما كان الاس كتبقى عندنا بلس لانفيني. اذا دابا حنا حسبنا كل شيء، صوره واحد عطاتنا ناقص واحد، والليميت بلس لانفيني عطانا بلس لانفيني. دابا ملي كنحسبوا صوره مجال خاصنا نفيريفي واش زيرو كينتمي للجي، هذا دابا انا بالنسبه لي راه هو الجي ديال القاعده، زيرو نشوفوه واش كينتمي ناقص واحد بلس لانفيني. فعلا راه صفر كينتمي ناقص واحد بلس لانفيني، حيت ناقص واحد وراه صفر، واحد يعني صفر راه كينتمي. اذا الى وفرتي الشروط ثلاثة غتجي غتقول الجواب ديال المعادله تقبل حلا واحد الفا على مجال واحد بلس لانفيني. اذا هذه هي الخدمه اللي غنديرو ملي غيكون عندنا مبرهنه القيم الوسطيه على مجال فيه لانفيني. اذا هادو خاصيات ديال مبرهنه القيم الوسطيه تيوغيم دي فالور انترميديير اللي كنرمزو لها بالتي في اي. الحاله الرابعه حاله بسيطه، في عوض من نقول لك حل واحد غنقول لك حل على الاقل، والمجال تا هو فيه لانفيني يعني غير منتهي. اش قلنا قبيله؟ قلنا من يكون عندنا حل على الاقل ديما نحيدو الشرط ديال الرتابه، بمعنى السؤال ديال حل على الاقل ومجال فيه لانفيني كنديرو جوج شروط متصله، ونحسبوا صوره المجال ونتاكدوا ان الصفر كينتمي لذاك المجال الصوره. بمعنى كون قالوا لي هنا تقبل حلا على الاقل، اش كنت غندير؟ كنت غندير الشرط الاول، الشرط الثاني نتخلى عليه غنحيدو، ونخلي الشرط الثالث، يعني كنت غندير غير الشرط الاول والثالث، الثاني ديال الرتابه ما غندويش عليه. اذا هادو جميع خاصيات ديال مبرهنه القيم الوسيطيه تي في.